وللمزيد مشاهدينا في هذا صدد ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة السيد جبر وشاح نائب رئيس المجلس الفلسطيني لحقوق الإنسان. أستاذ جبر، أرحب بك على شاشة أونلايف. كيف ترى هذا المشهد، خروج من قبل الفلسطينيين العزل مطالبين بحق العودة، مطالبين بالأرض لأن تعود لهم، وفي المقابل قوات الاحتلال الغاشمة تتعامل معهم بالرصاص الحي؟ الإخوة المشاهدين جميعا من غزة، من أرض المواجهة الآن، وإذا أردنا أن نصف هذه الجموع التي تعبر عن تمسكها بحق العودة، عن تمسكها بالأرض والهوية، هذا هو أبسط الحقوق الشرعية المفصولة وفق القانون الإنساني الدولي ووفق مواثيق حقوق الإنسان وأيضا القرارات الأممية التي أقرتها الجمعية العامة. إصرار الفلسطينيين الآن على التعبير عن حقهم بالعودة وتمسكهم به إن هذه الفعالية الممتدة منذ 3 أسابيع تؤكد أول ما تؤكد عليه أن المراهنة على ما يسمى بحل الدولتين هو ساقط، أي بمعنى تمسك هذه الأجيال الصاعدة بحقها في العودة إلى بلداتها وزيادة هذا الوعي إنما يضع مسؤولية أمام القيادة الفلسطينية أولا والقيادات العربية ثانيا والمجتمع الدولي المحب للسلام ثالثا أن يضع على جدول أعماله إعادة النظر فيما يسمى بحل الدولتين الذي أماتته إسرائيل بتعنتها. نعم. بذكر المجتمع الدولي يا أستاذ جبر، كيف ترى تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة الفلسطينية؟ يعني رأينا هذه المناشدة من قبل الأمم المتحدة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة ضبط النفس، كيف تقيم تجاوب المجتمع الدولي مع المعاناة التي يعاني منها الفلسطينيين العزل في انتفاضاتهم؟ أمام هذه الجريمة المتصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي جهارا نهارا دون وازع من ضمير أو خوف من ملاحقة قانونية، المجتمع الدولي بموقفه الخجول، بموقفه يعني الذي لا يرقى إلى مستوى الجرائم، إنما وحتى نكون صرحاء إنما يشجع دون أن يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب تلك الجرائم، وهذا ما يسمى بمؤامرة الصمت. هذا المجتمع الدولي الذي ينتصر، يجب أن ينتصر للقوانين والمواثيق التي أقرها هو والتي ارتضاها، يجب أن يفرض على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تنصاع إلى متطلبات العدل الإنساني. أمامنا أيها الإخوة، أمامنا مثال واضح ما حصل مع جنوب أفريقيا في حكومة التمييز العنصري حين فرض المجتمع الدولي المقاطعة على حكومة التمييز العنصري، انتصر الشعب الجنوب أفريقي. وهنا نطالب بدعم حركة المقاطعة العالمية وأيضا ندعو الدول والمجتمع الدولي بفرض هذه المقاطعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية. يعني نأمل أستاذ جبر أن يتحرك المجتمع، يجب أن يفرض، نأمل أن يتحرك المجتمع الدولي ونأمل في هذا السياق أن تستجيب يعني سلطة الاحتلال الإسرائيلية من غزة. كان معنا الأستاذ جبر وشاح نائب رئيس المجلس الفلسطيني لحقوق الإنسان، نشكر لك تواجدك معنا على شاشة أونلايف.